دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية أمس. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نعت مصر الزعيم الفقيد والرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية وحريصا على شؤونها وحكيما في قيادته، فقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. هذا وأعلنت مصر الحداد على الفقيد 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسروان. كما أعلن الديوان الأميري بالكويت أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط من مسجد بلال بن رباح اليوم الأحد. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة 2 من ظهر غد الاثنين موعدا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلق أي عون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، وذلك خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف استهدف منزلا داخل حي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من الشهداء ومصابين من تحت ركام منزل لعائلة أبو عنزة جنوب غزة. كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها عدة محاور شرق ووسط خان يونس. وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى استشهاد 4 من طواقمها في استهداف للاحتلال بقطاع غزة. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل أحد موظفيها متأثرا بجراحه خلال قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن الموظف كان يلجأ في منزل أحد زملائه في القنصلية العامة لفرنسا ومع زميلين آخرين والعديد من الأفراد أسرهم، لافتا إلى أن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة الموظف الفرنسي بجروح خطيرة ومقتل عشرات الضحايا. قالت منظمة الصحة العالمية إنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك. وأضافت المنظمة أن الفريق قام بتسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي يعمل حاليا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيمارس ضغوطا من أجل إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء، محذرا من أن أنحاء من أوروبا قد تصبح غير قادرة على استيعاب تزايد أعداد اللاجئين. ووجه سوناك في خطاب ألقاه في إيطاليا انتقادات لنظام اللجوء العالمي، مضيفا أن ما وصفهم بالأعداء يتعمدون دفع الناس إلى شواطئ أوروبا لمحاولة زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف سوناك أنه إذا لم تعالج هذه المشكلة فإن الأعداد سوف تتزايد. Use migration as a weapon, deliberately driving people to our shores to try to destabilize our societies. ورياضيا،
سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ضيف فالنسيا بنتيجة 1-1 على ملعب ميستايا، وذلك ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الإسباني. تقدم برشلونة أولا بهدف في الدقيقة 55 عبر لاعبه جواو فيليكس، ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 70 بهدف اللاعب هوغو جويامون، وبهذا يرتفع رصيد برشلونة إلى 35 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب فريق الليغا الإسبانية، كما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 20 نقطة في المركز العاشر. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.